بعد تأخير لساعات، مسؤولون يؤكدون استئناف إطلاق سراح الرهائن بعد حل المشكلة بين حماس وإسرائيل. مصر تتحرك لتمديد الهدنة الإنسانية وتقول إنها حصلت على إشارات إيجابية من كل الأطراف. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة، والدفاعات الإسرائيلية تتصدى لصواريخ قدس أطلقت فوق إيلات من اليمن. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى 19 الذي يمتد على مدار ساعتين ونخصصها في الغالب إلى هذه التغطية. بعد تأخير حماس إطلاق الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين مبررة التأخير بعدم التزام إسرائيل بالاتفاق، قال مسؤول فلسطيني إن المشكلة بين حماس وإسرائيل تم حلها وأن عملية إطلاق الرهائن ستستكمل الليلة. وكان متحدث باسم حماس قال إنه لن يتم إطلاق الدفعة الثانية قبل أن تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى القطاع. وقال المتحدث باسم الحركة إن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ أمس، وصلت 65 منها لشمال غزة، وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل. ومن المفترض أي يطلق اليوم سراح 13 رهينة إسرائيلية لدى حماس مقابل 39 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل. وبدأت مصر محاولات لتمديد الهدنة الإنسانية، وقال مسؤول مصري في وقت سابق إنها تسعى لتمديدها لمدة يوم أو يومين إضافيين للسماح بإطلاق المزيد من الرهائن. وأكد المسؤول أن القاهرة تلقت حتى الآن إشارات إيجابية من الطرفين لتمديد فترة الهدنة. من معبر رفح ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب، وأيضا ينضم إلينا هل متوفر أيضا أحمد عثمان من الجانب المصري. أيضا أهلا ومرحبا بك أحمد أيضا من معبر رفح من الجانب المصري. أبدأ مع أحمد حرب. أحمد، ما الذي من الممكن رصده أو تم رصده لديكم؟
نعم زميلتي، ربما رصدنا التطور الأبرز قبل قليل هو استجابة حركة حماس للجهود المصرية القطرية لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقت، وبعد أن نقل لها الوسطاء التزام إسرائيل بكل بنود اتفاق الهدنة المؤقت، وبالتالي الليلة حسب ما أصدر الوسطاء سوف يكون هناك تسليم الرهائن الإسرائيليين عبر معبر رفح مقابل خروج 39 أسيرا من السجون الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبالتالي خلال الساعات القادمة حسب ما أعلن الوسطاء سوف يكون هناك تسليم الرهائن عبر معبر رفح البري، حيث الاستعدادات ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة هنا في معبر رفح سواء في الجانب الفلسطيني وأيضا الجانب المصري. نحن في انتظار إذن وصول سيارات الصليب الأحمر إلى هنا إلى معبر رفح البري، بالإضافة أيضا زميلتي إلى أن يعني تدفق المساعدات ما زال مستمرا من الجانب المصري إلى داخل قطاع غزة. المساعدات حتى هذه اللحظة تمر من أمامنا تحمل المساعدات الإغاثية والطبية والتموينية، وأيضا شاحنات الوقود وغاز الطهي ما زالت مستمرة بالدخول إلى قطاع غزة. دخلت أكثر من 70 شاحنة حتى هذه اللحظة إلى المناطق الجنوبية، وأيضا هناك بعض الشاحنات في الساعات الماضية دخلت إلى المناطق الشمالية أيضا تحمل بنفس الحمولة المواد الغذائية والتموينية والأدوية وأيضا البطانيات وأيضا الأغطية والمياه الصالحة للشرب كما صرح الهلال الأحمر الفلسطيني. وبالتالي هناك عملية يعني تدفق المساعدات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وأيضا نحن هنا في استعداد وانتظار سيارات الصليب الأحمر. كما أكد الوسطاء أن هذه الليلة سوف يكون هناك تسليم الرهائن الإسرائيليين عبر معبر رفح البري. حتى هذه اللحظة هذه صورة الوضع هنا أمام بوابة معبر رفح البري جنوب القطاع. نعم، وأيضا أحمد عثمان على الطرف الآخر من الجانب المصري. أحمد، ما الذي يحدث الآن فعليا سواء بما يخص الشحنات وأيضا إذا ما كان هناك أي أنباء أو ظواهر للسيارات سيارات الصليب الأحمر؟ نعم، يعني أبدأ بالجزء الثاني من السؤال. بالفعل كان هناك إعلان من الجانب المصري منذ دقائق بأنه تم الوصول إلى يعني اتفاق لاستئناف عملية تبادل الأسرى والمحتجزين الذين سيتم تسلمهم من الجانب المصري. في النقطة التي نحن نقف إليها لا نستطيع أن نرصد هذه العملية كما كنا رأينا في الأمس. العملية تتم من المنطقة ما بين الجانبين، ما بين المعبر المصري والمعبر الفلسطيني، يتم استلام هذه الدفعة من المحتجزين من وإيصالهم من خلال الطرق الفرعية إلى معبر كرم أبو سالم حيث ينطلقون إلى إسرائيل من هناك. يعني بمعنى أنه لن يكون سمح لنا، لن يسمح لنا بتصوير هذا المشهد كما كان في الأمس، ولكن هنا كان هناك نوع من القلق والترقب مع الساعات الماضية في ظل الحديث بأنه قد تسقط هذه الاتفاقية أو هذه الصفقة والهدنة، على الرغم من أن مصر أبدت مع الساعات القليلة الماضية قبل الإعلان عن هذه الخلافات وهذه التأجيلات بأنها يعني تبدي تفاؤلا ربما بأنه تعمل على مع الأطراف المعنية على أنه ممكن أن يكون هناك تمديد لهذه الهدنة ليوم أو يومين فيما يتعلق حتى بإمكانية أن يكون هناك خروج المزيد من المحتجزين خلال تلك الأيام الإضافية. الآن وبعد الإعلان عن نجاح هذه الوساطة في إنقاذ الهدنة وصمودها، الكل في انتظار وصولهم وتحركهم. بعيدا عن مشهد الأسرى والمحتجزين، هناك استمرار في تدفق المساعدات لليوم الثاني على التوالي من الهدنة. بدأت منذ ساعات الصباح الباكر العديد من الشاحنات
عبرت من المعبر المصري وتوجهت إلى معبر العوجة، ومن معبر العوجة تنتهي عمليات التفتيش والتجهيز لتعود هذه الشاحنات مرة أخرى لتدخل من هناك من المعبر المصري إلى الجانب الفلسطيني. ربما لا يوجد أي إحصائيات دقيقة إلا مع نهاية اليوم، ولكن نحن نتحدث عن 200 أحمد شاحنة. أحمد تفضل بالبقاء معي أحمد عثمان، فقط سأعود إليك أحمد. العشرات من هذه الشاحنات تدخل على فترات. نعم ابقى معنا أحمد عثمان لو سمحت. أحمد حرب، أريد أن أسأل عن موضوع من كانوا يتحدثون عن مقدرتهم على الذهاب إلى منازلهم، كيف هي أوضاعهم؟ نعم، يعني رصدنا أمس واليوم يعني حالة العودة من النازحين الذين كانوا متواجدين في المناطق الجنوبية على الأقل في المدارس والمشافي هنا في رفح وخان يونس، وبالتالي عادوا بشكل بالآلاف إلى منازلهم تفقدوها. هناك عدد كبير من المواطنين وجدوا منازلهم تدمرت بشكل كامل، وهناك جزء من المواطنين وجدوا أيضا منازلهم تضررت بشكل جزئي، وبالتالي هناك أيضا العديد من المواطنين الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة يبحثون عن أقاربهم وأفراد من عائلتهم تحت الأنقاض. اليوم طواقم الدفاع المدني قالت أنها وصلت إلى كل المنطقة الشرقية لقطاع غزة تبحث عن المفقودين وانتشال الضحايا. على مدار 48 يوم ما زالت هذه الضحايا تحت الأنقاض والمفقودين، وبالتالي هي طالبت من جميع الدول بدعمها بالمعدات والإمكانيات، لأن المعدات التي لديها محدودة ومتواضعة، وبالتالي عملية انتشال الضحايا من تحت الركام يحتاج إلى الكثير من المعدات والوقت، وبالتالي هناك يعني حالة من العودة ما بين ألم وحسرة وأيضا ممزوجة بالفرح إلى حد ما بسبب الهدنة المؤقتة. تنفس المواطنين الصعداء في اليومين الأولين من الهدنة ومتبقي يومين أيضا، وربما هناك يكون تمديد أيضا لأيام أخرى لهذه الهدنة الإنسانية، ولكن العودة أيضا كانت منقوصة لأن لم يتمكن سكان المناطق الشمالية من العودة إلى منازلهم، وبقوا هنا في المناطق الجنوبية في المدارس والمشافي وفي أيضا التجمعات المستضيفة أهاليهم وأقاربهم ومعارفهم، وبالتالي هناك الكثير من المشاهد الصعبة، خاصة عندما نتحدث أن هناك الكثير من المنازل دمرت في المنطقة الشرقية لخان يونس في منطقة خزاعة والزنة وعبسان، وبالتالي كان هناك حزن كبير من المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم ووجدوها مدمرة بشكل كامل. حتى هذه اللحظة ما زال في مجمع ناصر الطبي الآلاف من المواطنين سكان المنطقة سكان المناطق الشمالية، وأيضا في المدارس التابعة لوكالة الأنر وفي رفح وخان يونس هناك الآلاف لم يتمكنوا من العودة إلى المنطقة الشمالية بسبب عدم تضمين بند ضمن اتفاق الهدنة بالعودة إلى المناطق الشمالية، وبالتالي الأوضاع حتى هذه اللحظة صعبة وكارثية على النازحين، خاصة ونحن نتحدث أن هناك أكثر من 1,800,000 نازح من المنطقة الشمالية إلى المناطق الجنوبية، وهذا ينعكس بشكل كبير على الاحتياجات لهم، خاصة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والتموينية. حتى هذه اللحظة على الرغم من تدفق المساعدات إلى المناطق الجنوبية وأيضا الشمالية، تحاول وكالة الأنروا والهلال الأحمر الفلسطيني تقديم كل هذه المساعدات بشكل فوري إلى العائلات في المشافي وأيضا في مدارس الأنروا، ولكن تقول الأنروا أنها لا تلبي حتى هذه اللحظة 5% من الاحتياجات المطلوبة للنازحين في مدارسها. نعم، من معبر رفح من الجانب الفلسطيني كنت معنا مراسل حدث أحمد حرب، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسلنا أحمد عثمان، وأيضا على الطرف الآخر من المعبر من الجانب المصري. أحمد، موضوع هذه الشحنات، هل هناك آلية معينة، أوقات معينة تزيد فيها الحركة وتقل فيها عن غيرها؟
نستطيع ان نقول بانه مع ساعات الصباح يعني يبدو المشهد اكثر يعني زخما فيما يتعلق باعداد دخول هذه الشاحنات. يعني عاده نتحدث على ان الفتره ما بين السابعه صباحا والثامنه صباحا تشهد النسبه الاكبر من دخول المساعدات. في الامس كانت المساعدات دخلت من خلال فوج واحد او دفعه واحده من 200 شاحنه، كان المشهد معبرا. اليوم المشهد يبدو مختلفا بانه دخول نفس الاعداد، نستطيع ان نقول بانه دخول نفس الاعداد ولكن على فترات متقطعه. يعني لا احد يستطيع ان يكون ما هي الاليه، ولكن الاليه أو مبدئيا بان هذه الشاحنات تدخل من معبر رفح إلى منطقة العوجة، وفي منطقة العوجة يتم عمليات التجهيز والتفتيش لتدخل بعدها الشاحنات تباعا. هناك اصطفاف كبير جدا للشاحنات، سواء من حيث أقف الآن في أمام معبر رفح تحديدا، أيضا في المنطقة المحيطة بالمعبر، وفي حتى مناطق قريبة منه مثل الشيخ زويد والشلاق وغيرها، هناك حضور كبير لهذه الشاحنات. معظم الشاحنات تتوجه إلى هذه المنطقة وتضع في ساحة كبيرة للاصطفاف حتى تدخل بحسب الترتيب. مدينة العريش في حد ذاتها أيضا فيها العشرات من الشاحنات التي تقف في انتظار دورها. مطار العريش يستقبل يوميا عدد من الطائرات التي تصل. اليوم أيضا انطلقت سفينة من ميناء جدة الإسلامي وعلامتها 1050، كان منذ أيام الجسر البحري تم إطلاقه، ووصلت أيضا سفينة كبيرة إلى مدينة بورسعيد سيتم تفريغ غدا ما عليها من محتويات. أيضا 1050 طن عبر شاحنات ستتجه من بورسعيد إلى مدينة العريش لتأخذ دورها. ونحن نتكلم عن عدد كبير جدا من الشاحنات. كان هناك بعض التصريحات التي خرجت ولا تزال تخرج من قبل المسؤولين المصريين بأن إسرائيل هي المسؤولة عن دخول كميات الشاحنات، لا يوجد أي نقص في أعداد الشاحنات، ولكن إسرائيل هي التي تتباطأ ربما في عملية دخول الشاحنات. كنا نتحدث في الأيام الأولى عن 50 شاحنة في اليوم، ربما هناك رهان بأن الأيام الهدنة قد تشهد تكثيفا لدخول هذه الشاحنات. نتحدث هذا ما كنت أريد السؤال عنه أحمد، من خلال مشاهداتك وتقديراتك لآلية ربما وحركة دخول هذه الشاحنات، الأعداد الموجودة هل تكفيها هذه الأيام التي حكي فيها عن الهدنة؟ بالتأكيد لا أحد، يعني من الجانب الآخر وبالتصريحات التي تأتي من الجانب الآخر بأنها لا تزال قليلة، يعني جراء ما يحتاجه القطاع من مساعدات. يعني هذه هي نقطة، نحن نتحدث بأن مصر كانت ترسل إلى قطاع غزة قبل 7 أكتوبر 500 شاحنة في اليوم. نحن نتحدث مع كل هذا الحجم من الدمار والتضرر الذي يعاني منه سكان القطاع بأنه 50 شاحنة في اليوم، ثم تحول الأمر إلى 200 شاحنة في اليوم، هو لا يزال أقل بقليل. ربما هناك تحسن، بالتأكيد هناك تحسن إذا ما قرنت بالأيام الأولى التي كان لم يكن هناك فيها دخول بسبب استهداف إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر، وبالتالي كان هناك تأجيل لهذا الدخول حيث أن مصر لم تغلق المعبر، ولكن كان هناك خشية على العاملين المصريين خصوصا سائقي الشاحنات. ولكن هناك من يراهن بأن تكثيف عملية إرسال المساعدات وإمكانية أن يكون هناك تمديد للهدنة ومساعي لإرسال كميات أكبر من المساعدات خلال الأيام القادمة حتى أكثر من 200 شاحنة قد يلعب دورا إلى حد كبير في التخفيف من معاناة الفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع. من معبر رفح من الجانب المصري كنت معنا مراسل الحدث أحمد عثمان، شكرا جزيلا لك أحمد. كشفت مصادر الحدث أن الوفد القطري الذي أكدت إسرائيل اليوم وصوله توجه أحد أعضائه إلى قطاع غزة دون تحديد وجهة لقاءاته. مصادر الحدث أكدت وجود مخاوف قطرية من شروط قد يطرحها القيادي في حماس يحيى السنوار والمرتبطة حصرا بالمرحلة الأخيرة من اتفاق الهدنة. وأشارت مصادر الحدث إلى أن مهمة المفاوض القطري داخل غزة تكمن بالضغط على السنوار لاستكمال اتفاق الهدنة وتجنب أي تعقيدات قد تطيح بها. تجدر الإشارة إلى وجود تقارير عن تصاعد الخلاف القطري حول الشروط التي تحاول قيادة حماس بالداخل ولا سيما السنوار بشأن تمديد الهدنة المؤقتة إلى اتفاق دائم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر ومستشفى ابن سينا. من رام الله ينضم إلينا مراسل حدث خالد القاسم، أهلا ومرحبا بك معنا خالد، التفاصيل التي حدثت اليوم وآخر المستجدات. نعم، في هذه الأثناء تقتحم قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين معززة بالجرافات العسكرية. الإذاعة الفلسطينية تحدثت قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين وأصاب 4 آخرين، إصابة أحدهم وصفت بالخطيرة، فيما يحاصر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل مستشفى جنين الحكومي، ويتواجد أيضا في ساحة مستشفى ابن سينا، كما يحاصر أيضا مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسط مواجهات واشتباكات عنيفة تدور في مدينة جنين. سبقها في نهار هذا اليوم بأن قتل الجيش الإسرائيلي طبيبا فلسطينيا وأصاب شقيقه بجراح في بلدة قباطية، عندما تم اكتشاف أمر قوة خاصة تسللت إلى داخل البلدة وقامت بمحاصرة أحد المنازل، وأثناء انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدة قام بإطلاق الرصاص على الطبيب وشقيقه، وعندما كان يهمان بالخروج من المنزل. هنا حيث نتواجد بالقرب من سجن عوفر بانتظار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص باتجاه المتواجدين فأصاب 4 منهم، رصدتهم كاميرا الحدث بالرصاص الحي في الأقدام، وبين الحين والآخر تكون طائرة مسيرة بإلقاء قنابل الغاز فوق الصحفيين والمتواجدين في محيط سجن عوفر. يعني الغاية من هذا ربما إذا صح التعبير بالتصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي لمن ينتظرون الإفراج عن الأسرى، ما الغاية منها؟ يعني هل هناك أي تصرفات كانت إسرائيل نبهت عنها وقام بها هؤلاء؟ لماذا هذا التصعيد؟ يعني أحيانا يقوم الشبان الفلسطينيين بإلقاء الحجارة التي لا تصل أصلا إلى سجن عوفر، ويرد الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المتواجدين، ولكن على الأغلب لا يريد الجيش الإسرائيلي أن تتكرر أو يتكرر المشهد الذي حدث يوم أمس عند مدخل سجن عوفر، عندما تجمع آلاف الفلسطينيين لاستقبال الأسيرات والأسرى الأشبال باب سجن عوفر. بما يخص الإعلان، هل هناك أي ردود أفعال من الجانب الإسرائيلي حول استئناف العمل بالهدنة؟ يعني كل ما سمعته عبر إذاعة الجيش أو القناة الثانية كان الحديث يتم نقله عن مصادر مصرية أو وسائل إعلام مصرية، ولكن قبل قليل إدارة السجون الإسرائيلية تحدثت عن أو مصلحة السجون الإسرائيلية تحدثت بأنها حصلت على الضوء الأخضر من المستوى السياسي بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من هنا من سجن عوفر، وسط أنباء تتردد بأن ربما لن يتم إطلاق سراحهم من هنا وربما ينقلون إلى مكان آخر، ولكن أغلب الظن بأن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين 39 من هنا من سجن عوفر. طيب، بعد أن قامت القوات الإسرائيلية أو الشرطة الإسرائيلية بهذه ربما ردود الفعل التصعيدية والغاز المسيل للدموع، يبدو المكان بات فارغا خالد، لا يوجد أي أحد؟ لا، يتواجد عدد كبير من وسائل الإعلام إضافة إلى عدد كبير ممن يحضرون لمشاهدة لحظات إطلاق سراح الأسرى، ولكن لا تواجد للأهالي ربما بانتظار
تقرير أو بانتظار توضيحات من قبل الصليب الأحمر الفلسطيني عن مكان إطلاق سراحي عائلة أبنائهم ومكان تجمعهم إذا ما كان سيتم كما حدث بالأمس أن أطلق سراحهم من سجن عوفر وقاموا بالتجمع والتقاء الأهالي عند باب السجن ثم انتقلوا إلى بيتونيا وخضعوا للفحوصات الطبية، بعضهم نقل إلى المشافي حيث رصدنا نقل فتى فلسطيني كسرت يده قبل ساعة من إطلاق رصاص من إطلاق سراحي على يد مصلحة السجون الإسرائيلية بحسب ما قال. إذا ما تمت الأمور كما هي بالأمس فمن المفترض أنه خلال ربما ساعتين سيتم إطلاق سراح 39 أسيرة وأسير فلسطيني من هنا من سجن عوفر. من رام الله كنت معنا مراسل الحدث خالد القاسم، شكرا جزيلا لك خالد. أفاد مراسل الحدث بأن الدفاعات الإسرائيلية تصدت لصاروخين كروز فوق إيلات أطلقتهما جماعة الحوثي من البحر الأحمر. وفي وقت لاحق قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق الصواريخ على هدفين جويين مشتبه بهما في البحر الأحمر ولم يحدث أي خرق للمجال الجوي الإسرائيلي، كما لم تنطلق صفارات الإنذار. وأظهرت صور حصلت عليها الحدث أظهرت التصدي لأهداف جوية فوق إيلات الإسرائيلية. يو يو ما زي؟ יש פה טילים. אוי ואבוי. יו יו מאנו טילים. אוי ואבוי ואבוי. אין אזעקות אין כלום. יו. חבר'ה, אני רציני. مالك نفسي قد ما انا فرحان، ويعني كيف متخيل اني بدي اشوفها، كيف بدي احضنها، قد ما بكيت متشوق لها، ما شفتها ولا مره ولا حكت الا مره بالدقيقتين مع بعضهن، بس قلبي نار معها، قلبي نار معها. فلما صارت هاي صفقه الاسرى الحمد لله يعني انبسطنا كثير، وقلنا كم من يوم بنستنى على اعصابنا ليل نهار بنستنى. تمنى صارت الصفقة وهي الحمد لله اللي طلعت. إحنا طبعا الحين مبسوطين، بس مبسوطين 30% 70% شو مبسوطين بالنسبة للظروف هاي الصعبة اللي في غزة، الدمار ديسترويد، هالدمار الهائل والقتلى بالآلاف. يعني شعور بصراحة لا يوصف، يعني اللي التقيت في أهلي والناس كلها اللي بتحبني شعور لا يوصف، يعني جدا مبسوطة اللي طلعت في الصفقة. بصراحة شعور لا يوصف بالمرة، لأنه الحرية في شيء يعني يقدر بيتمنى الحرية بالمرة. في لبنان تعرضت دورية لليونيفيل لنيران إسرائيلية في محيط بلدة عيترون جنوب لبنان من دون أن يصب أحد بأذى، ووصفت قوات اليونيفيل الحادثة بأنه مقلق للغاية. وذكر متحدث باسمها ذكر جميع الأطراف بمسؤوليتهم تجاه حماية قوات حفظ السلام. وكانت طائرات إسرائيلية قد أجرت في وقت سابق طلعات استطلاعية على الحدود مع لبنان، وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قالت إن حالة من الهدوء الحذر تسود القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق منذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة. وأشارت الوكالة إلى أن قوافل العائدين إلى بلداتهم من النازحين لم تنقطع، وبأن بعضهم عاد إلى عمله بعد توقف دام نحو شهر بسبب الأحداث الأمنية. هذا وأفادت الوكالة أيضا بأن صاروخا اعتراضيا انفجر في أجواء بلدتي ميس الجبل وبليدة في قضاء مرجعيون، وسمع صداه في كل أرجاء الجنوب. من الجنوب اللبناني ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر، أهلا ومرحبا بك معنا محمود. محمود، هل توجز لنا ما الذي من الممكن يعتبر أبرز الأحداث لهذا اليوم؟ أبرز الأحداث لهذا اليوم هو الانفجار الذي حصل منذ حوالي 3/4 ساعة، ولم تعرف حتى هذا التوقيت طبيعة هذا الانفجار إذا كان قنبلة أو إذا كان انفجارا عند الحدود.
القاعدة الأساسية لهذا اليوم صح القول فيها أنها هي الهدنة، ولكن الخروقات هي الاستثناء، والبارز في هذه الخروقات هي عملية إطلاق الرصاص من الجانب الإسرائيلي على دورية تابعة لليونيفيل. وأيضا اليونيفيل صدرت هذا البيان الذي أشرت إليه، وهي لأول مرة منذ بداية المواجهات تقوم ببيان وتقول علانية فيه إلى أن إسرائيل أطلقت النار على قوى تابعة لليونيفيل. وفي نص هذا البيان ما يعبر عن مشكلة كبيرة، حيث قال إلى أن الذي جرى يعبر عن أزمة للقلق العميق، وهي دعت بطبيعة الحال الأطراف بقوة لأن يحترموا حفظة السلام الرجال والنساء الذين يعملون لعودة الاستقرار في هذه المنطقة. ما عدا ذلك كان إطلاق الرصاص، إن كان التمشيط حول المواقع أو إطلاق الرصاص ترهيبا أو إطلاق الرصاص باتجاه بعض المواطنين اللبنانيين. في هنا في أرميش عند جبل قطمون كان هنالك تمشيط للأحراج، في هنين كان هنالك إطلاق رصاص باتجاه بعض المزارعين اللبنانيين، في كفركلا كان إطلاق الرصاص باتجاه ربيد لمزارع لبناني كان يقطف الزيتون في حقه، وأيضا كان هنالك إطلاق رصاص بعدد من المناطق. أما بالنسبة إلى الطيران المسير، كنا منذ بعض الوقت ندقق في طائرة هي فوقنا مباشرة، هذا لا يعتبر مسألة أنه خرق أو غير خرق، لأن الطائرات الاستطلاع بطبيعة الحال هي لم تغادر سماء المنطقة منذ الأمس حتى اليوم، وهي كانت على مستويات منخفضة طيلة الوقت، وكان هنالك أيضا تحليق للطيران الحربي النفاث، وتحديدا ما بين العصر وما بين المغرب. إذا أمكن القول إلى أنه نعود إلى الأساس وإلى أن القاعدة الأساسية هو الهدوء، لذلك سنذهب إلى هذه الجبهة والمواقع أمامنا مباشرة. هذه عدد كبير من المواقع الإسرائيلية على مدى 4 إلى 5 كيلومترات، كما نشاهد الهدوء هو مستقر مع هذا الصوت الذي انفجر، أيضا ليس هنالك من قنابل مضيئة وليس هنالك أيضا من أي تحركات عسكرية على طول هذه الجبهة. شكرا جزيلا لك من الجنوب اللبناني، كنت معنا مراسل الحدث محمود شكر. شكرا لك. شددت السفارة البريطانية في لبنان على ضرورة وقف الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقالت السفارة على منصة إكس إن الهدوء في المنطقة الحدودية يوفر فرصة لإعادة التركيز على حل طويل الأمد للتوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل. على حافة تفصل بين بر السلام وهاوية الحرب يقف لبنان. 6 أسابيع من المعارك المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل خرقت قواعد الاشتباك خلالها لمرات. لم يقتصر قتلاها على عناصر حزب الله، ضحايا الجنوب مدنيون أيضا، لكن الحرب التي تعيش الكرة الحدودية تفاصيلها لم تمتد إلى خارج الخريطة الجنوبية، فالطرفان كبحا لجام مغامرات مدمرة قد يكون وقعها على بيروت أقصى مما لحق بغزة. الأمريكيون يريدون خفض التوتر إلى حد أقصى، يريدون حتى وقف العمليات العسكرية، ويعملون لأجل ذلك مع اللبنانيين وعبر الضغط على حزب الله، ويعملون بذلك على المستوى الإسرائيلي. الإيرانيون لدي مقاربة مختلفة. المقاربة الإيرانية هي أنه نعم للمشاغلة، نعم للاشتباك، نعم للمناوشات، ونعم حتى لرفع مستوى الاشتباك بين الفينة والأخرى، لا للوصول إلى الحرب. يخشى اللبنانيون الحرب، هذا واضح في شوارع بيروت التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن المعارك الحدودية. لافتات رفعت هنا رفضاً للحرب وامتدادها، واتهامات سياسية بأن حزب الله يجر اللبنانيون عنوة إلى حرب لم يختاروها حتى لو اعتقد أنه يضبط إيقاعها. بزقنا 30 سنة، ما حدا سأل عنا، هلأ بدون يرجع يعملوا لنا حرب؟ ما بدنا حرب. والأمريكان حاطين إيدهم كوني أكيد، لو ما الأمريكان
فتحت من زمان. ليس صحيحا أنه حزب الله لم يأخذ لبنان إلى حرب، وليست بالنسبة لنا مفاهيم الحرب أن ندمر أبنية وندمر جسورا. العملية التدمير غير الظاهرة هي قوية جدا ولها مفاعيل الحرب المدمرة، لأنه اقتصادنا، زراعتنا، بساطنا الأخضر احترق، تم تهجير مئات عشرات الآلاف من الجنوبيين. قد تكون الحرب قد حولت أنظار اللبنانيين عن أزماتهم الداخلية، لكن هذه الأزمات ستزيد من شراسة تبعات أي حرب مستقبلية. تتشابه يوميات القرى الحدودية التي أخلاها معظم سكانها، والجولة التي بدأت مع حرب غزة لا يضمن اللبنانيون شكل نهايتها، وسط تخوف دائم من اشتعال حرب غير محسوبة. غنوة يتيم، الحدث، القطاع الأوسط. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن الجيش الإسرائيلي سيعود بعد انتهاء الهدنة إلى العملية البرية في قطاع غزة لاستكمال أهداف الحرب وممارسة المزيد من الضغوط على حماس وتفكيكها. نحن إسلامنا وتمول. بالأمس عادت المجموعة الأولى من النساء والأطفال، ونأمل أن تصل المجموعة الثانية بعد ساعات قليلة. وقف إطلاق النار هذا وصفقة الأسرى لم تكن لتحدث لولا ضغط الجيش الإسرائيلي على حماس. نحن لا ننوي ولسنا مستعدين لوقف هذه الجهود قبل أن نعيد جميع الأسرى، ومن واجبنا الأخلاقي أن نعيدهم. سنعود فورا بعد انتهاء الهدنة إلى مهاجمة غزة والمناورة في القطاع. سنفعل ذلك من أجل تفكيك حماس، وأيضا من أجل فرض ضغط كبير للعودة في أسرع وقت ممكن مع أكبر عدد ممكن من الأسرى حتى آخر أسيرة منهن. من القاهرة ينضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور سمير. كانت الساعات الأخيرة فيها نوع ربما من التصعيد إلى حد ما من الجانب الإسرائيلي وأيضا من جانب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بما يخص توقيف ربما الهدنة، تعطيلها في الوقت التي تحدثت به مصر عن أن هناك إيجابية من قبل الطرفين، ومن ثم عادت الأمور إلى مجاريها. هل نجحت مصر فعلا بتفكيك المعضلة التي حصلت بين الجانبين؟ يعني المعضلة هي في أن هناك اتفاق بين الطرفين برعاية أمريكية ووساطة قطرية ومصرية. هذا الاتفاق كان يجب أن تكون هناك هيئة ما، إما من الأطراف الثلاثة أو هيئة مستقلة لمراقبة التزام الطرفين بما تم التوافق عليه، لأنه من جهة الجانب الفلسطيني حماس والفصائل المقاومة تقول أن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق، ومن الجانب الآخر تقول إسرائيل أن المقاومة وحماس لم تلتزم بالاتفاق. وهذا هو الذي افتعل مشكلة اليوم، وتأخر الإفراج أو تحرير الرهائن من جهة والأسرى الفلسطينيين من جهة أخرى. هذا الأمر قد يتكرر مرة وأخرى. الآن هناك وفد مصري أمني موجود في تل أبيب، وهناك وفد قطري أيضا عالي المستوى موجود في تل أبيب. أنا أعتقد أنه خلية مراقبة الأزمة وهم موجودين في تل أبيب يمكن أن يرفع كل طرف، خاصة حماس كان يجب أن ترفع ذلك في وقت مبكر وليس قبل الحلول الموعد المحدد لتحرير الرهائن. يعني كان من الصباح يمكن إبلاغ الجانب المصري والقطري عن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، ويمكن كان حل المشكلة قبل الساعة 6. هذا الأمر سيتكرر إذا بقي يعني الشبكة الاتصال بين الأطراف معطلة ولم تكن هناك رقابة حقيقية. المهم أن الأمر مر، لكن إسرائيل على قنوات تلفزيونية غير رسمية كانت هددت بأنه إذا لم تلتزم حماس بالإفراج عنه وتحرير الرهائن حتى الساعة 12 ليلا فسوف تعود مرة أخرى للعمليات. نعم. طيب. هنا أقول أن الجيش منذ البداية فضلي. فضل أكمل دكتور سمير أكمل. يجب أن أقول منذ البداية أن الجيش الإسرائيلي منذ البداية كان معترضا أو على الأقل متحفظا على الاتفاق، وكان يعتقد أنه لا يجب وقف القتال، لأنه في الجيوش عادة يعرفون مسألتين، الدفاع أو الهجوم، ولا يعرفون وقف القتال، لأنه
الجيوش وخاصة الجيش الإسرائيلي كان قد اكتسب زخم وهو يعمل في منطقة الشمال وفي وسط غزة، وبنتيجة العنف والاعتداءات وتدمير البيوت تم دفع المواطنين، أكثر من 1,000,000 مواطن تم دفعهم إلى الجنوب. لديه 3 نقاط أساسية في غزة لم يستكمل العمل فيها، وهي نقاط أساسية: مخيم جباليا وهو مخيم هام جدا وهناك مقاومة داخله، وهناك منطقة الشجاعية إلى الشرق، وهناك منطقة الزيتون وهي حلقة وصل ما بين وسط غزة إلى الجنوب. وبالتالي وقف العمليات من وجهة النظر الإسرائيلية أضر به، وهو يستعد إلى استكمال هذه. وبالتالي فإنه حفظنا على الهدنة ومواصلتها حتى بعد الأربعة أيام، يعني لا يجب أن يكون جهدنا فقط هنا. أريد أن أسأل فعليا عن إمكانية هذا التمديد لهذه الهدنة في ظل أصوات كثيرة في إسرائيل قالت بأن الهدنة هذه الأيام الأربعة ستزيد، ربما ستنعش الأوضاع لدى حماس، في ظل هذه الاحتمالية وهذه الآراء لبعض الأطراف في إسرائيل، هل من الممكن أن تنجح الوساطة والدور المصري وغيره من الجهود في تمديد الهدنة فعليا؟ يعني خرجت عن مصر تصريحات تقول أن هناك بوادر إيجابية في إمكانية تمديد الهدنة. بالمناسبة الاتفاق يقول أنه 4 أيام قابلة للتمديد، يعني هناك نص في قلب الاتفاق يقول قابلة للتجديد. إسرائيل قالت أنه كل الإفراج عن 10 من الرهائن يعطي يوما آخر للتمديد، وكل رهينة مقابل 3 من الأسرى الفلسطينيين. وأنا أعتقد أنه بصرف النظر حتى عن نصوص الاتفاق، هناك حاجة لدى الطرفين لتمديد هذا الاتفاق. من الجانب الإسرائيلي، أولا يجب أن إسرائيل تعتقد أنه يجب إخراج أكبر عدد من الرهائن حتى لا يموتوا أثناء العمليات العسكرية. هي جربت الضغط العسكري ولم يفلح، وبالتالي هي تخاف. 2 أنه هناك ضغط داخلي إسرائيلي على الحكومة وعلى الجيش، فيجب أن يتخلص الجيش والحكومة الإسرائيلية من يعني هذا الضغط الذي يمارسه عليها الناس نتيجة وجود رهائن. ولذلك هي ستوافق على تمديد الهدنة. من جهة حماس أيضا هي تريد أن تلتقط أنفسها وترتب وضعها النهائي، لأنها تعلم أن وقف هذه الهدن لأسباب يعني إنسانية وتحرير الرهائن وإطلاق الأسرى قد يؤدي إلى بدء عمليات عسكرية في معركة حاسمة ستكون في جنوب لبنان. أذكر هنا بأن هليفي وزير رئيس الأركان الإسرائيلي كان اجتمع قبل يومين بقائد المنطقة الجنوبية وبقائد الفرقة 98 المخصصة للعمليات البرية في خان يونس. وبالتالي حماس تريد أن تلتقط أنفسها وتريد أن ترتب وضعها الدفاعي استعدادا لهذه المعركة. حتى لو تم تمديد الاتفاق إلى 10 أيام، فإنه الحرب البرية ما لم يحدث مبادرة سياسية توقف هذه آلة هذه الحرب، فإن الحرب سوف تستأنف وسوف تكون أكثر دموية، والضحايا من المواطنين الفلسطينيين، لأن هذه المنطقة يحتشد فيها 900,000 مواطن. إسرائيل دفعتهم إلى الجنوب ولا مكان لهم يذهبون إليه إلا الضغط على الحدود المصرية، وهذا أمر أيضا في غاية الخطورة. نعم، من القاهرة كنت معنا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، شكرا جزيلا لك دكتور سمير. أهلا. في العراق، هجمات بشكل شبه يومي على مصالح واشنطن في قاعدتي عين الأسد وحرير من قبل الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. هذه الهجمات قابلها رد أمريكي عسكري ولد قلقا شعبيا حول مستقبل الأمن والاقتصاد في البلاد. محمد شاب يملك محلا صغيرا لبيع الخضار في بغداد،
ورغم أنه بعيد عن السياسة وتعقيداتها والتطورات الأمنية التي يشهدها العراق على خلفية الحرب في قطاع غزة وصراع المحاور في المنطقة، إلا أنه يخشى أن تكون الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت الفصائل المسلحة بداية لعودة حالة عدم الاستقرار والفوضى في البلاد. يمكن يرجع الوضع الأمني مو أمان احتمال كبير، هسه الدولار مرتفع 160 احتمال يرتفع أكثر لأنه ما قام ينزل عم يظل بطلوع، يعني هسه 160 احتمال باكر عقب باكر يوصل 170 يوصل ل 200 ألف إذا ما لقوا شيء حل. ليست هذه المخاوف حكرا على محمد، وإنما يشاركه فيها ملايين العراقيين الذين يخشون من عودة التوتر الأمني الذي يؤثر على حياتهم بشكل مباشر أمنيا واقتصاديا. عندها أذرع، عندها أدوات، عندها وسائل ضغط وما عندها مانع تعاقب شعوب بكاملها ودول بكاملها. غير الدبلوماسية ما تنفعنا، يعني هذا القصف راح يولد كثير من الأمور الصعبة راح تصير على وضع السلام داخل العراق، راح تكون مشاكل كثيرة. يعني ما عندها أمريكا تجي تقصف أي مكان ببغداد، يعني إذا تشوف هذا يقول لك هذا اعتداء سافر علينا، فالمفروض إحنا نلتزم بكثير من الأمور. المخاوف الشعبية هذه قابلتها بيانات حكومية دانت القصف الأمريكي لمواقع الفصائل المسلحة، لكنها في الوقت ذاته بعثت رسالة ضمنية إلى هذه الفصائل بأن استمرار الهجمات سيقابله رد أمريكي حتما عسكري وربما اقتصادي قد يطيح بحكومة الإطار التنسيقي التي ولدت بشق الأنفس بعد مخاض سياسي عسير. الرد الأمريكي سيكون حاضراً وبقوة خلال الأيام المقبلة على ما يبدو، مع تكرار الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على قوتها في قاعدتي حرير وعين الأسد شمال البلاد وغربها. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد. انشغلت الولايات المتحدة منذ شهرين بالحرب بين إسرائيل وحماس، وظهرت الولايات المتحدة داعمة تماما لإسرائيل منذ البداية. مراقبون أمريكيون قالوا إنه حرب غزة سيكون لها تأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة. عمدت الإدارة الأمريكية وفي مقدمتها الرئيس جوزيف بايدن منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر على التأكيد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل. كما شددت من قبل، سندعم إسرائيل في حين تقومون بالدفاع عن شعبكم. يبدو الموقف الأمريكي منحازاً إلى جانب إسرائيل، ويبرر الأمريكيون ذلك بالاتفاقيات المعقودة بين البلدين. فلو نظرنا إلى صفحة إسرائيل في بوابة وزارة الخارجية الأمريكية لوجدنا هذا القول أن لا صديق لإسرائيل أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية. لدى الولايات المتحدة علاقة استراتيجية قديمة مع إسرائيل، وتم النظر إلى 7 أكتوبر على أنه يماثل ما حدث في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، وكان هجوما إرهابيا ضخما بمضاعفات كبيرة على يد تنظيم إرهابي يريد تدمير إسرائيل، وإسرائيل لا يمكن أن تتعايش بعد مع حماس. آخر إحصاءات الرأي الأمريكية تؤكد أيضاً أن الشارع الأمريكي يؤيد إسرائيل في هذه المعركة، ووصل التأييد العام إلى 80%، كما طالبت نسبة 66% الرئيس الأمريكي بإعطاء مساعدات لإسرائيل ودعمها. تقدم الولايات المتحدة ما هو صحيح من خلال تمكين إسرائيل بتوفير ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فإسرائيل لم تطلب أبداً من الولايات المتحدة أن تحارب عنها، لكنها بلد صغير لا يملك مخازن ضخمة للسلاح والذخيرة. تشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن هناك نسبة عالية من الشباب الذين يطالبون الإدارة الأمريكية بالتشديد على وقف لإطلاق النار، ومع الأسابيع الأخيرة تبين أن شعبية الرئيس الأمريكي في صفوف الشباب تراجعت إلى 31%، وهم يلومون بايدن على ما حدث للفلسطينيين وعلى مقتل الآلاف منهم خلال العملية العسكرية في غزة. هناك قلق حقيقي في أوساط الديمقراطية، لأن الفئة التي هي غير أو منزعجة أو ضد موقف بايدن فئة الشباب وفئة الجالية العربية والإسلامية المؤيدة للشعب الفلسطيني، وهي فئات
لها أثر في الولايات التي تحدد الانتخابات، ميشيغان، بنسلفانيا وأخر. فبالتالي هنالك خطر حقيقي لخسارة الانتخابات في 2024 بسبب موقف بايدن من القضية. ما زلنا على مسافة أشهر طويلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن الرئيس الديمقراطي الذي يريد أن يجدد إقامته في البيت الأبيض يأخذ في عين الاعتبار الغضب من مواقفه المنحازة إلى الإسرائيليين. بيير غانم، الحدث، واشنطن. بهذا أتي وإياكم لختام الساعة الأولى من 19، أعود ونلقاكم في الساعة الثانية بعد دقائق، فابقوا معنا. الحدث بعيده العاشر، تبث من العاصمة السعودية الرياض حاملة معها مواطن قوتها لتواصل مسيرتها بالعزيمة نفسها. الخط التحريري للحدث سيتطور ولكن لن يتغير. مع كل الإمكانيات الموجودة بالاستوديو الجديد ومدينة الرياض، سنحافظ على نفس الخط التحريري وسنتوسع فيه، سنحافظ على هذا الخط، وهذا اللي أقوله أنا. الرياض ستعطينا دفعة كبيرة لتقديم ما هو أكبر بسبب توفر الإمكانيات الموجودة في مدينة الرياض، يساعدنا على تقديم عملنا بأفضل صورة ممكنة، يساعدنا على استقطاب المواهب والكفاءات من كل مكان إلى المحطة. على مستوى شبكة المراسلين، خططنا القادمة توسع والنمو بشكل أكبر على مستوى الوطن العربي وما بعد الوطن العربي من خلال تغطية أهم الصراعات وأهم النزاعات. الحدث عرفت في الخروج بأهم الأخبار العاجلة، القيام بأهم التغطيات والقيام بأهم المقابلات، وهذا ما صنع الحدث خلال 10 سنوات قناة من أهم القنوات الإخبارية على مستوى الوطن العربي. قصة إخبارية انطلقت عقب انتفاضات وأحداث 2011 التي اشتعلت في دول عربية عدة. الثوار في البريغا يعلنون اعتقال عناصر من كتائب القذافي. أنا إذا كان شعبي ما يحبني ما يستحقش الحياة. الشعب الليبي يضارب الهزة السياسي من شرق البلاد إلى غربها. لأنه فعلاً هي ستواجه هذا التحدي، تحدي إرهابي وتحدي. تغطيات للأخبار، مواكبة دقيقة للتفاصيل، قصص من قلب الحدث لمآسي دول عاشت تلك الأحداث وتبعاتها، كانت حاضرة بقوة على شاشة الحدث، فباتت الرقبة الأول في المناطق الساخنة، وهي اليوم تتربع على قمة المحطات الإخبارية التي تسبر أغوار التفاصيل. وجوه كبرت مع عمر الحدث تلخص المشهد. جولة على زملائنا الموجودين على الأرض في مناطق مختلفة. نعم، أهلا بك وأهلا بمشاهدي قناة الحدث. ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الجواد الروش. عمار الهندي كييف. سانق نايبر الحدث. لينا يعقوب. أحمد عثمان. رندا أبو العزم. سامر الكبيسي. رفاه السعد. أحمد الحمداني. مصر، سوريا ومواضيع أخرى في ساعتنا الثانية من حدث اليوم، ابقوا معنا بعد الفاصل. وجهات نظر مختلفة من قادة وسياسيين وأصحاب رأي. الهدف الأول كان دائما تشريح الأحداث وخلفياتها لتبقى حاضرة للمشاهد وتجيب على تساؤلاته وهواجسه. إلى عدن، حيث تسعى السلطات إلى تعقب خلايا إرهابية التي استهدفت زميل محمود العتمي والتي أودت بحياة زوجته الحامل. ويبقى عنواننا الأول الخبر السوري، اليمني، العراقي، الليبي، السوداني، اللبناني، الجزائري والتونسي، إضافة للأخبار العاجلة في المنطقة والعالم. يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة. ما ضلش حلم في غزة، كله اتدمر. في الفترة الأخيرة بات يستهدف تجمعات عديدة. متنا. وأعود وألقاكم بعد دقائق من الآن، ابقوا معنا. منذ اللحظة الأولى لانطلاقها دخلت الحدث إلى تفاصيل الخبر، فكانت أول من يعلن المهم منه. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من الحدث. ناشطون في صنعاء يطالبون بمجلس عسكري لحماية البلاد من الحوثيين. نبدأ من ليبيا، حيث تلقت الجامعة العربية خطابا بعد إعلان حزب الله إطلاق 48 صاروخ، لتنطلق بعدها في مسار بحثه وتحليله وكشف خباياه وأبعاده.
مصادر من داخل كوباني أكدت للحدث إلقاء القبض على تنظيم داعش المتطرف، بالإضافة إلى موضوع التنسيق مع جهات محلية وتأمين الطريق المؤدية إليه الذي ما زال تحت سيطرة العشائر والجيش. تزداد معدلات الفقر في هذا البلد. قرار مجلس النواب الأمريكي عقد من الزمن تغيرت فيه وجوه كثيرة، زعماء سكنوا التاريخ ووجوه أخرى احتلت الساحات، خرائط دول تغيرت وبقيت الحدث صامدة على رسالتها مثابرة في كشف التفاصيل. ب 2012 كنا فريق صغير نجتمع بغرفة صغيرة لتأسيس قناة الحدث، واكبنا كل التغيرات ورسم الخرائط الجديدة في المنطقة التي من أساسها انبثقت قناة الحدث لتغطية ومواكبة الخبر في كل المناطق الساخنة، مرورا بالسودان ومشهده المتقلب والمتطور كانت الحدث حاضرة فيه. الكل يضع الحدث على شاشاته. الحدث باقية لأن ثمة حدثا دائما ساخنا وباقيا في العالم العربي. وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. الواقع الآن ليس هناك إرادة نحو السلام. هذه الحرب المندلعة أين تتجه الأزمة السودانية؟ كل السودانيين يرغبون في خروج قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع تريد حوار يقود إلى امتيازات سياسية. قلفت معارك اليوم 6 أشخاص ضحايا من أسرة واحدة. عندما تضع الحرب أوزارها يتم التشاور حول تشكيل حكومة مدنية. ما الذي يؤخر تقدم الجيش السوداني؟ الزيادة في حرارات الميلانيا. الانتفاع لحكم الجانب غير الأمن مخدونا بعد الأفعال السياسية. ما الذي يعيق إذن تطبيق وقف إطلاق النار؟ السودان الآن لم يفضل منه موحداً إلا اسمه. تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبهذه المعدات هل هو إطالة أمد الأزمة؟ هذه الحرب أشعلت لتبقى وتدوم، القرار إيقاف الحرب في يد الولايات المتحدة الأمريكية. دقائق معدودة وتنتهي مهلة الهدنة. هل هذا الرفض الأوكراني سيترتب عليه تصعيد روسي لا محالة أم ليس بالضرورة؟ بدأ القصف الأوكراني وبدأ المرصد المحلي هنا يسجل الخروقات للهدنة. هل ما زالت كييف متمسكة بروايتها؟ ما يؤكد هذه الأعداد حتى هذه اللحظة لا يوجد إقليم بشكل كامل في أيدي الروس، سوى طبعا شبه جزيرة القرم. بدأ العملية ب 250 ألف، دلوقتي بتوصل ل 700 ألف. فهي حرب لا تزال تداعياتها متواصلة في ظل سؤال يطرح نفسه، إلى أين ستتجه هذه الحرب مستقبلا؟ نقف وإياكم الآن على مشارف مدينة درنا. من هنا بدأت الكارثة في درنا. هل يعني يستطيعون انتشال ناجين حتى الآن؟ وجدت جثة لأحد الأطفال أخرجها الغواصون أمامي. مدينة محيت بأكملها. أجلس الآن على عمارة منجرفة. فرق الإنقاذ التي تعمل هنا فرق فنية لا تزال تحاول. هل يجري السماح بدخول أي شخص إلى المدينة؟ يعني هناك بصيص أمل لإنقاذ بعض الأشخاص إذا كانوا تحت الركاب.
الرائحة في الداخل لا يستطيع أحد أن يتحمل. ها هم الغواصون يستعدون للنزول في محاولة منهم لانتشال العديد من الجثمين. بقايا بشر، بقايا أرواح، بقايا أحياء. حتى نحن والإعلام وأهل دارنا بعد ما استوعبوا اللي صار معهم أو حتى اللي عم بيشوفوه هذه اللحظة، يعني هل هم ما زالوا موجودين؟ الآن أسئلة كثيرة حول الموضوع البيئي. الحدث مدينة درنة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. بعد تأخير لساعات اتفاق على استئناف إطلاق سراح الرهائن بعد حل المشكلة بين حماس وإسرائيل. مصر تتحرك لتمديد الهدنة الإنسانية وتقول إنها حصلت على إشارات إيجابية من كل الأطراف. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية والدفاعات الإسرائيلية تتصدى لصواريخ كروز أطلقت فوق إيلات من اليمن. أهلا ومرحبا بكم إلى ساعتنا الثانية من 19. بعد تأخير حماس إطلاق الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين مبررة التأخير بعدم التزام إسرائيل بالاتفاق، قال مسؤول فلسطيني إن المشكلة بين حماس وإسرائيل تم حلها وأن عملية إطلاق الرهائن ستستكمل الليلة. وكان متحدث باسم حماس قال إنه لن يتم إطلاق الدفعة الثانية قبل أن تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى القطاع. وقال المتحدث باسم الحركة إن 340 شاحنة من المساعدات دخلت غزة منذ أمس، وصل منها 65 شاحنة لشمال غزة، وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل. ومن المفترض أي يطلق اليوم سراح 13 رهينة إسرائيلية لدى حماس مقابل 39 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل. وبدأت مصر محاولات لتمديد الهدنة الإنسانية، وقال مسؤول مصري في وقت سابق إنها تسعى لتمديدها لمدة يوم أو يومين إضافيين للسماح بإطلاق المزيد من الرهائن. وأكد المسؤول أن القاهرة تلقت حتى الآن إشارات إيجابية من الطرفين لتمديد فترة الهدنة. ده.
كشفت مصادر الحدث أن الوفد القطري الذي أكدت إسرائيل اليوم وصوله توجه أحد أعضائه إلى قطاع غزة دون تحديد وجهة لقاءاته. مصادر الحدث أكدت وجود مخاوف قطرية من شروط قد يطرحها القيادي في حماس يحيى السنوار والمرتبطة حصرا بالمرحلة الأخيرة من اتفاق الهدنة. وأشارت مصادر الحدث إلى أن مهمة المفاوض القطري داخل غزة تكمن بالضغط على السنوار لاستكمال اتفاق الهدنة وتجنب أي تعقيدات قد تطيح بها. تجدر الإشارة إلى وجود تقارير عن تصاعد الخلاف القطري حول الشروط التي تحاول قيادة حماس بالداخل ولا سيما السنوار بشأن تمديد الهدنة المؤقتة إلى اتفاق دائم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني على الأقل وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين. من رام الله ينضم إلينا مراسل حدث خالد القاسم. أهلا ومرحبا بك معنا خالد. ما هي آخر المعلومات حول الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل؟ يعني نحن ما زلنا على حالنا في محيط سجن عوفر بانتظار خروج الحافلات، حافلات الصليب الأحمر تقل الأسرى، ولكن لا تحركات لافتة حتى هذه اللحظة عند مدخل السجن أو بداخل السجن بانتظار أن تبدأ عملية التبادل. كأن هناك شيء يحدث الآن خالد. سجن عوفر لا تتحرك، الجيبات العسكرية الإسرائيلية تخرج من داخل السجن ونسمع هذه الأصوات، ثم تطلق النار. أصاب الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي 4 فلسطينيين كانوا بيننا هنا بالقدم، والطائرات قطرية ومصرية ووصفها بالجدية، وأيضا قال بأن الجهد لإعادة المخطوفين هو أولوية قصوى، وأيضا أضاف بأن الجانب الإسرائيلي ملتزم بالاتفاق مع حماس وفي حال فشله ستتم العودة إلى الحرب. مالك نفسي قد ما أنا فرحان، يعني كيف متخيل إني بدي أشوفها، كيف بدي أحضنها، قد ما بكيت متشوك لها. ما شفتها ولا مرة ولا حكت إلا مرة بالدقيقتين مع بعضهم، بس قلبي نار معها، قلبي نار معها. لما صارت هاي صفقة الأسرى الحمد لله يعني انبسطنا كثير، وقلنا كم من يوم بنستنى على أعصابنا ليل نهار بنستنى، تمنى صارت الصفقة وهي الحمد لله اللي طلعت. احنا طبعا الحين مبسوطين، بس مبسوطين 30% 70% مش مبسوطين بالنسبة للظروف هاي الصعبة اللي في غزة، الدمار والديسترويد، هالدمار الهائل والقتلى بالآلاف. يعني شعور بصراحة لا يوصف، يعني اللي التقيت في أهلي والناس كلها اللي بتحبني، شعور لا يوصف، يعني جدا مبسوطة اللي طلعت في الصفقة. بصراحة شعور لا يوصف بالمرة، لأنه الحرية في شيء يعني يقدر بيتمنى الحرية بالمرة. من معبر رفح ينضم إلينا مراسل حدث أحمد حرب. أهلا ومرحبا بك معنا من جديد أحمد، ما هو الجديد لديك؟ نعم، الجديد هو أننا نحن الآن في انتظار وصول سيارات الصليب الأحمر تصل إلى هنا إلى معبر رفح البري خلال النصف ساعة القادمة أو الساعة، تحمل معها 13 إسرائيليا من المحتجزين في قطاع غزة أو لدى حركة حماس. هذا عملية التسليم تمت اليوم بعد تدليل العقبات من قبل الوسيط المصري وأيضا القطري، بعد أن كان هناك تأجيل لعملية
التسليم بسبب الخروقات التي حصلت من الجانب الإسرائيلي. أولها كان عدم دخول الشاحنات بالشكل المطلوب أو ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى مدينة غزة وإلى المنطقة الشمالية، بالإضافة أيضا إلى معايير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية لم تتم حسب ما تم أو كما نص عليه الاتفاق، بالإضافة أيضا إلى خروقات ميدانية على الأرض فيما يتعلق بإطلاق النيران باتجاه المزارعين شرق خان يونس ورفح في صباح اليوم، وأيضا كان هناك إطلاق الرصاص على المواطنين الذين حاولوا التوجه من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية وإلى مدينة غزة، تم إطلاق الرصاص عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي على شارع صلاح الدين، وهذا المحور الذي تتمركز فيه الدبابات الإسرائيلية وأيضا جنود الجيش الإسرائيلي، بالإضافة أيضا أمس كان هناك أيضا إطلاق الرصاص على محاولة أخرى من المواطنين الفلسطينيين الذين توجهوا أيضا حاولوا التوجه إلى المناطق الشمالية، كان هناك ضحيتين وعدد من الإصابات جراء إطلاق النيران عليهم، وبالتالي هذه الخروقات اعتبرتها حماس تجاوز لبنود الاتفاق الهدنة الإنساني، ولكن جرت اتصالات في الساعات الماضية من قبل الوسيط القطري والمصري، وتكللت بالنجاح واستجابة من حركة حماس باستمرار اتفاق الهدنة وأيضا استمرار عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين عبر معبر الرفح البري، ونحن الآن في حالة انتظار واستعداد لوصول الرهائن إلى هنا في الساعات القادمة إلى معبر رفح البري. الاستعدادات ما زالت جارية وقائمة لدى الجانب الفلسطيني في المعبر وأيضا لدى الجانب المصري، حيث سوف يكون هناك فحص طبي للرهائن في الجانب المصري، ثم بعد ذلك يتم تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي داخل معبر رفح. نعم. طيب أحمد، موضوع أيضا الأمور الإغاثية وهذا الجانب، هل من جديد كيف هي حركة التدفق؟ نعم، ما زال خط التدفق للمساعدات الإنسانية من الجانب المصري إلى داخل قطاع غزة مستمرا حتى هذه اللحظة، يعني في النصف ساعة الماضية كانت الشاحنات تمر من أمامنا إلى الجانب المصري وتحمل بعد ذلك المساعدات الإنسانية وتخرج إلى قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية، هذه المساعدات أو الشاحنات تحمل معها المواد الإغاثية والتموينية، تحمل معها المستهلكات والمستلزمات الطبية، أيضا المياه الصالحة للشرب، هناك شاحنات وقود وشاحنات غاز الطهي دخل إلى قطاع غزة بعد 48 يوم من الحرب الإسرائيلية وإغلاق المعابر، دخل الوقود إلى داخل القطاع وبالتحديد إلى المناطق الجنوبية، وصل إلى محطات الوقود، هناك يعني انتعاش في حركة النقل والمواصلات داخل مدينة خان يونس ورفح بعد توقفها يعني بشكل كبير خلال الأيام الحرب، وأيضا غاز الطهي الذي دخل أيضا عبر أكثر من 5 شاحنات دخل إلى محطات الغاز، وشاهدنا المئات من المواطنين يصطفون طوابير من أجل يعني تعبئة أجرار الغاز من داخل المحطة، وبالتالي هذا ينعكس على حياة سكان المناطق الجنوبية على الأقل، خاصة وهم بدأوا يتعافون من استخدام الطرق البدائية في عملية الطهي وغيره من المواد التي يستخدمونها في عملية طهي الطعام، وأيضا هذا الغاز والوقود سوف ينعكس بشكل كبير خلال الأيام القادمة على حياة سكان المناطق الجنوبية. فيما يتعلق بالمساعدات التي تصل إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة حتى هذه اللحظة، الهلال الأحمر نجح في إدخال 3 شاحنات محملة بالمواد الطبية وأيضا المياه والأغطية والبطانيات والمياه الصالحة للشرب والمستهلكات الطبية إلى المنطقة الشمالية لقطاع غزة حيث مخيم جبالية وبيت حنون وبيت لاهية، وبالتالي العقبة كانت أن يدخل هناك أكبر من هذا الرقم، الوسطاء كانت هناك لديهم وعودات بيوم غد تدخل كمية كبيرة من وعدد كبير من الشاحنات إلى المنطقة
الشمالية، وبالتالي تدفق المساعدات ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. لم يحصل عليه أي شيء فيما يتعلق ببنود اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. على كل حال الآن نحن أمام انتظار وصول سيارات الصليب الأحمر إلى هنا. سوف تدخل السيارات من البوابة التي خلفي إلى داخل الجانب الفلسطيني، بعد ذلك يكون نقلهم عبر حافلات إلى الجانب المصري، وهناك تنتظرهم سيارات الإسعاف من المصرية من أجل فحصهم طبيا، وبعد ذلك يتسلمهم الجانب المصري الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر. طيب أحمد، بالحديث عن المساعدات، من ضمن هذه المساعدات ربما خيم لإيواء من نزحوا من منازلهم، هل بالفعل هي تفي بالحاجة وتكفي لهذه الأعداد الكبيرة؟ يعني نحن نتحدث عن 1,700,000 نازح من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية، وبالتالي هذا رقم كبير جدا. المساعدات التي تدخل سواء كانت مواد غذائية وإغاثية أو خيام أو كرفانات، حسب ما علمنا من إحدى المؤسسات الدولية سوف يتم إدخال كرفانات خلال الفترة القادمة من أجل يعني إيواء مئات النازحين في هذه الكرفانات وهذه الخيام. الحديث كان أن هذه لا تكفي أمام الأعداد الكبيرة والآلاف من النازحين في المناطق الجنوبية. نحن نتحدث عن مدارس التابعة لوكالة الأنروا تتكدس فيها، وهناك ازدحام بسبب الأعداد الكبيرة التي وصلت أيضا خلال الأيام الماضية من المناطق الشمالية في حالة النزوح، وبالتالي هذا يزيد العبء على المؤسسات الدولية وأيضا وكالة الأنروا والهلال الأحمر الفلسطيني من خلال توفير هذه الخيام والكرفانات لهم في الأيام القادمة. نعم، من معبر رفح من الجانب الفلسطيني كنت معنا مراسل حدث أحمد حرب، شكرا لك. ومن على الجانب الآخر لمعبر رفح من الجانب المصري ينضم إلينا مراسل حدث أحمد عثمان. أهلا ومرحبا بك معنا من جديد أحمد، هل من مستجدات لديك حول من تم الإفراج عنهم من قبل حماس؟ يعني بالفعل هناك حالة من الترقب في انتظار ما تم الإعلان عنه منذ قليل حول نجاح المساعي المصرية القطرية لإنقاذ اليوم الثاني من هذه الهدنة وشبح انهيارها كما كان يعني يلوح في الأفق خلال الساعات الماضية. الآن الجميع في انتظار ما قد يسفر عنه هذا الاتفاق ووصولهم. على كل الأحوال من حيث ما أقف الآن نحن لا نستطيع أن نرصد مشهد الوصول، لأن مشهد الوصول يكون في المنطقة ما بين الجانبين، الجانب الفلسطيني أو الجانب ما بين المعبرين، بوابة المعبر الفلسطيني وبوابة المعبر المصري. يعني كان في الأمس هناك معلومات بأنهم قد يخرجون ويتجهون إلى مطار العريش، ولكن اتضح بأن لحظة الاستقبال تكون ما بين المعبرين، ومن ثم يستقلون إحدى الحافلات والتوجه بها إلى معبر كرم أبو سالم، ومن هناك يتم انطلاقهم إلى الجانب الفلسطيني. بشكل عام يعني هذه الحالة من الترقب انتهت بعد الإعلان، ربما يبقى التأكد من أنه سيكون هناك نجاح في تطبيق ما تم الاتفاق عليه وإنقاذ هذه الهدنة. بعد ما كان هناك حديث عن احتمال انهيارها وفشلها، هناك رهانات كبيرة على صمودها تحديدا من القاهرة، حيث أطلقت تصريحات قبل بداية هذه الأزمة ومنذ ساعات بأن القاهرة تسعى مع الأطراف المعنية لإمكانية أن يكون هناك تمديد لهذه الهدنة ليوم أو يومين. يعني كان هذا هو الحديث، وأن كان هناك تصريحات تتحدث بنبرة من التفاؤل حول تطبيق آليات الهدنة حتى هذه اللحظة وإمكانية الاستثمار وتمديدها خلال المرحلة المقبلة، حيث أن هناك حتى فيما يتعلق بمسألة دخول الشاحنات كان هناك سلاسة ويسر فيما يتعلق بهذه المرحلة التي تمت فيها الدخول على يومين من دخول 200 شاحنة في اليوم، من بينها 7 شاحنات بشكل يومي تضم غاز الطهي وتضم الوقود. وعلى الرغم من أن هذه الكميات من المساعدات تبقى قليلة بالمقارنة إذا ما يحتاجه القطاع، ولكن هناك ربما رهان بأنه يجب أن يكون هناك
تكثيف كبير فيما يتعلق بدخول هذه المساعدات خلال أيام الهدنة وإمكانية أن تزيد في حال النجاح في تمديدها بشكل أو بآخر. على كل الأحوال الكل في انتظار هذا المشهد والاطمئنان على أن هذه الهدنة ما زالت صامدة حتى هذه اللحظة. وكما ذكرت لك هذه قد تبدو مع مشهد وصول تلك المجموعة من المحتجزين التي سوف تصل إلى معبر رفح أو الجانب المصري من معبر رفح والانطلاق منه إلى إسرائيل عن طريق معبر كرم أبو سالم. أحمد، نحن الآن في وقت متأخر من الليل، هل هذه الأوقات المتأخرة توقف حركة دخول الشاحنات أم أنها مستمرة على مدار الساعة؟ تقل بشكل كبير، يعني الزخم الأبرز فيما يتعلق بمشهد دخول الشاحنات يكون مع ساعات الصباح. هذا ما رأيناه خلال اليوم والأمس، في ساعات الصباح الباكر تدخل المجموعات الأكبر من الشاحنات. كنا نتحدث بأنه في الأمس ربما الاختلاف الوحيد ما بين مشهد الأمس واليوم هو أنه في الأمس كان هناك دخول لهذا الفوج أو هذه الدفعة يعني مرة واحدة، 200 شاحنة اصطفوا ودخلوا إلى معبر العوجة لإتمام عمليات التفتيش والتجهيز. اليوم ربما الاختلاف الوحيد كان فيما يتعلق بأنه هناك تقطع في دخول هذه الشاحنات، يعني النسبة الأكبر من الشاحنات دخلت مع ساعات الصباح الباكر، ولكن على مدار اليوم وحتى ساعات ما بعد الظهيرة كان هناك استمرار لتدفق هذه الشاحنات وإن كانت بالعشرات، ولكن في الإجمالي النسبة من الأعداد تبقى قريبة جدا ما بين الأمس واليوم. هل من الممكن أن نعزو هذا ربما التباطؤ في الفترة المسائية بسبب ما كان يحكى عن تعثرات ربما تواجه هذه الهدنة؟ بالتأكيد قد تكون هذه الأمور لعبت دورا. نحن نتحدث بأن كل الأطراف تعاملت مع هذه الهدنة بأنها متعددة الزوايا وأن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتم بشكل متوازي ومتزامن، من بينها أن يكون هناك دخول لعدد كبير من الشاحنات وتوزيعها. هذه قد تكون من ضمن النقاط، ولكن كما ذكرت لك النسبة الأكبر من الشاحنات دخلت مع ساعات الصباح والظهيرة، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يؤكد بأن يعني ساعات المساء أو عدد دخول شاحنات في ساعات المساء له علاقة مباشرة. هناك حرص من القاهرة بشكل كبير على إتمام هذه الصفقة، ومن أهم بنودها إتمام دخول أكبر عدد ممكن من المساعدات. مدينة العريش مليئة بتكدس للمساعدات، معبر رفح الشيخ زويد، وبالتالي هناك رغبة لدخول أكبر كم ممكن من المساعدات بالشق الإنساني أو المساعدة في الشق الإنساني، حتى وإن كانت هذه المساعدات نسبتها أقل بما يحتاجه القطاع، ولكن هناك رغبة مصرية حثيثة للتعامل مع كل الأطراف، سواء لأهمية أن يكون أولويا دخول نسب كبيرة جدا من المساعدات سواء التي تم تجهيزها من قبل مصر أو من تم ما يتم وصوله إلى مطار العريش. أيضا هناك نسب كبيرة جدا من العمل على المسعى السياسي ربما لإتمام هذه الهدنة وربما تمديدها كما ذكرت لك، والعمل بعد ذلك بشكل سياسي مع جميع الأطراف المعنية من أجل تخفيض يعني العنف وربما الوصول إلى وقف إطلاق نار. من معبر رفح من الجانب المصري كنت معنا مراسل الحدث أحمد عثمان، شكرا جزيلا لك أحمد. من واشنطن ينضم إلينا الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور سمير. من وجهة نظرك كيف تقيم الولايات المتحدة اليوم هذه الهدنة وما يحدث أيضا فيها من تعثرات؟ أولا تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. أعتقد بأن الولايات المتحدة هناك شعور بالارتياح الحذر، بمعنى أن هناك لا شك ارتياح حقيقي لتهدئة الأوضاع ولفتح الطريق في اتجاه هدنة يمكن أن تمدد لاحقا، ولكن بالمقابل هناك إدراك تماما بأن الأطراف المختلفة ستحاول أن تنتزع فيها أكثر ما يمكن من المكاسب، وبالتالي هذه الاختلالات التي تظهر متوقعة، ولكن عمليا يتم تدخل ويعني مراقبة ومتابعة لحظة بلحظة بكل مجرياتها بهدف عدم السماح لها بأن يتم إحباطها بسبب عوامل عارضة قد تعطي مبرر العودة بسرعة إلى العنف. هل من المتوقع أن يكون هناك ربما موجة من الضغوط الأمريكية على إسرائيل لإبداء الليونة أو المرونة بما يخص الهدنة وتمديدها في ظل ما يتم تسجيله في العراق
من الجانب اليمني وأيضا على الحدود الجنوبية اللبنانية؟ لا أتصور الموضوع له بعد يعني إقليمي. الموضوع الرئيسي هو أن الرئيس بايدن وإدارته يحاولون الآن أن يجنوا أكثر ما يمكن من حالة التهدئة الجارية بهدف البدء في التخطيط لعملية إقليمية تساهم فيها الدول العربية، المملكة العربية السعودية ومصر، من أجل إدخال قطاع غزة في مرحلة من الهدوء ثم من التعافي ثم البدء في إطلاق عملية. كل ذلك مربوط بشكل متسلسل بنجاح عمليات تكتيكية. أعتقد بأن هناك شعور آخر في واشنطن بأن الوضع الإقليمي أصبح مضبوطاً وأن الرسائل المطلوبة قد وصلت إلى إيران، وبالتالي أزرعها سوف يعني يتصرفون بناء على تعليماتها بدون شك. وبذلك هناك اعتقاد بأن إيران ستسعى بأن تنأى بنفسها عن غزة باستثناء الكلام الإعلامي وبعض المناوشات المفهومة والمتوقعة. طيب بما يخص موضوع غزة، يعني هل من الممكن أن يحكى عن أي شيء من هذه ربما النقاط كما أشرت، التهدئة والجهود الدولية والعربية، في ظل تصريحات إسرائيلية عن متابعة العمليات العسكرية عند انتهاء موضوع الأسرى والمحتجزين لدى حماس؟ نعم سيدتي، هو سباق مع الزمن، بمعنى أن كلما نجحت خطوة كلما سيكون أصعب على إسرائيل بالعودة بذات الزخم. العملية العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى سقفها العسكري في اعتقادي، إلا إذا كان خطر لها أن تذهب إلى خيار من أسوأ الخيارات وهو اقتحام جنوب غزة، وهو ما تتحدث الآن. الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل يتم علنا وفي وسائل الإعلام. تتحدث الإدارة الأمريكية بوضوح عن أنها ليست لا توافق على تدخل على دخول الجيش الإسرائيلي إلى جنوب غزة، وأن بالرغم من تمسكها بقضية يعني أن لا تستلم حماس غزة مرة أخرى، ولكن بالمقابل هنا المعادلة الدقيقة بين لجم إسرائيل من جهة وبين إيجاد يعني آلية لكي تكون هناك نوع من حالة التعافي بعد التوصل إلى هدوء مستقر. يعني كنا نسمع دائما من قبل الجيش الإسرائيلي الكثير من التصريحات تحديدا عن جنوب غزة كخطوة قادمة، في ظل أيضا أصوات أمريكية مشددة على رفض هذه الخطوة، ولكن هل فعلا بالإمكان أن يقف الجيش الإسرائيلي ويتراجع عن هذه الخطوة في ظل ضغوط أيضا من اليمين وبعض الأطراف في الداخل الإسرائيلي؟ سبق أن مرت إسرائيل بهذه الأزمة عبر سلسلة طويلة من العمليات التي قامت بها في غزة. في كل مرحلة تنطلق التصريحات النارية، ويعني حتى استعمل تعبير أم المعارك في هذه القضية، ولكن في الحقيقة السياسة هي أعقد بكثير من هذا التفكير. باعتقادي أن إسرائيل تتعرض لضغوط كبيرة، الحكومة اليمينية في اعتقادي تعاني من مشكلة كبيرة للحفاظ على وحدتها. الشيء الوحيد الذي يبقي اليمين في الحكومة الآن ليس أنه ينسجم مع الحكومة، ولكن هو الجوانب المالية التي يحصل عليها كاستفادة من خلال تحكمه بعدد من الوزارات. ولكن في حقيقة الأمر في اعتقادي أن الحكومة الراهنة أصبحت وصلت إلى سقفها السياسي، ولا بد من أنك أي إحدى أهم جوانب حالة التهدئة التي نراها الآن هي أنها ستتيح المجال لانفراج داخل الحياة السياسية داخل إسرائيل، وتسمح أيضا بولادة شيء جديد غير هذه الحكومة المتطرفة التي قادت المنطقة والبلاد إلى هذا الوضع. سمعنا في الآونة الأخيرة الحديث عن ما يقال له في اليوم التالي وبعد انتهاء الحرب، ماذا سيحدث في غزة، من سيكون له الكلمة في غزة والسلطة لمن؟ كان هناك أكثر من رأي، أكثر من وجهة نظر، منها ما خالفته إسرائيل وتحديدا موضوع السلطة إذا ما كانت على شكلها الحالي، فيما قالت الولايات المتحدة سلطة متجددة. هل هو هذا السيناريو فعلا المرجح من وجهة نظرك؟
على المدى الأبعد نعم سيدتي، السلطة الفلسطينية هي التي ستكون المنصة القانونية والشرعية الوحيدة التي يمكن أن يكون لها الحق في إدارة غزة، ولكن أريد أن أقول بشكل آخر أيضا، هناك كل المؤشرات وكل الدراسات تشير إلى أن إسرائيل هي التي متعمدة قامت بإضعاف السلطة. العيب ليس في السلطة بحد ذاتها، ليس في أن الفلسطينيين غير جديرين بأن يقودوا أنفسهم. هذا المفهوم الذي أشاعه نتنياهو بأن الفلسطينيين غير جديرون بقيادة أنفسهم هو الذي تعتمد عليه، وأعتقد أن ذلك الآن مختلف تماما، ويأتي الموضوع برفع يد إسرائيل عن الضفة والقطاع. نعم، ومن تعمد فعليا الوصول إلى هذه القناعة ونشرها، هل من الممكن أن يسمح بإزالتها وأن تبدد؟ أعتقد يجب أن نفكر بإزالته هو، يعني لا أعتقد أن حتى لو أزيل هو، من سيأتي بعده، ما الذي يضمن بأن يكون لديه نهج مختلف عن نهجه أو متقارب ربما منه؟ دروس الحرب سيدتي هي الدرس الرئيسي العقلاني، بمعنى أن إسرائيل حين غزت لبنان كانت تقول أنها دخلت لكي تزيل حزب الله، وحين دخلت في المرة الأولى والثانية والثالثة كلها أهداف خلبية يعني شعاراتية ليس لها علاقة بالواقع، وإسرائيل وجدت نفسها في وضع وجودي، في تهديد وجودي في 7 أكتوبر، وهذا التهديد الوجودي برأيي أنا سيكون له أثر كبير في مراجعة مجموعة كبيرة من المواقف. هل يمكن لإسرائيل أن تتحصن أكثر وتعتقد بأنها تستطيع أن تضمن أمنها؟ هذا الكلام الذي يقوله ماكرون البارحة ويقوله بايدن منذ يومين، أن لا أمن لإسرائيل بدون سلام مع إقليمها. شكرا جزيلا لك، كنت معنا الدكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط، شكرا لك. أفاد مراسل الحدث بأن الدفاعات الإسرائيلية تصدت لصاروخين كروز فوق إيلات أطلقتهما جماعة الحوثي من البحر الأحمر. وفي وقت لاحق قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ على هدفين جويين مشتبه بهما في البحر الأحمر، ولم يحدث أي خرق للمجال الجوي الإسرائيلي، كما لم تنطلق صفارات الإنذار. وأظهرت صور حصلت عليها الحدث التصدي لأهداف جوية فوق إيلات الإسرائيلية. يو يو ما زي؟ יש פה טילים. אוי ואבוי. יו יו מנו טילים. אוי ואבוי ואבוי. אין אזעקות אין כלום. יו. חבר'ה, אני רציני. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن الجيش الإسرائيلي سيعود بعد انتهاء الهدنة إلى العملية البرية في قطاع غزة لاستكمال أهداف الحرب وممارسة المزيد من الضغوط على حماس وتفكيكها. جنوب لبنان من دون أن يصب أحد بأذى. ووصفت قوات اليونيفيل الحادثة بأنه مقلق للغاية. وذكر متحدث باسمها جميع الأطراف بمسؤوليتهم تجاه حماية قوات حفظ السلام. وكانت طائرات إسرائيلية قد أجرت في وقت سابق طلعات استطلاعية على الحدود مع لبنان
كما كانت الوكالة الوطنية للإعلام قالت إن حالة من الهدوء الحذر تسود القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق منذ بدء سريان الهدة في قطاع غزة. وأشارت الوكالة إلى أن قوافل العائدين إلى بلداتهم من النازحين لم تنقطع، وبأن بعضهم عاد إلى عمله بعد توقف دام نحو شهر بسبب الأحداث الأمنية. هذا وأفادت الوكالة أيضا بأن صاروخا اعتراضيا انفجر في أجواء بلدتي ميس الجبل وبليدة في قضاء مرج عيون، كما سمع صداه في كل أرجاء الجنوب. الحرب على غزة أثرت بشكل ملحوظ على السياسات الأوروبية الداخلية والخارجية، فبرغم حرص أغلب الدول الأوروبية على دعمها لإسرائيل في حربها على القطاع، إلا أنها بقيت عاجزة عن الخروج بموقف موحد لحل الأزمة. تقرير مشترك لمراسلين من باريس وبروكسل ولندن، نتابع. في بروكسل، حرب غزة كشفت عن دعم أوروبي مطلق لإسرائيل وعن استقطاب المشهد السياسي والرأي العام. إنها أيام الحزم والعزيمة، ولنكن واضحين للغاية، نقف إلى جانب إسرائيل دون تردد، دون اعتذار ودون مبرر. وعلى نقيض، وسط المشهد السياسي ويمينه تعلو عدة أصوات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار. نعم، وقفتم تتفرجون على قتل 14,000 مدني منهم الأطفال، سمحتم لجيش إسرائيل بتدمير مستشفيات وبيوت ومدارس. مظاهرات التضامن مع الفلسطينيين تتواصل في مختلف المدن البلجيكية دون تجاوزات من المتظاهرين أو من قوات الأمن. الاستقطاب الناجم عن حرب غزة في الساحة الدبلوماسية أو في المشهد السياسي سيترك أثره طويلا في المجتمعات الأوروبية. انقسم الفرنسيون بعد هجوم حماس على إسرائيل، وكأن الهجوم وقع في فرنسا. تصعيد سياسي قادته الأكثرية الرئاسية مدعومة بأحزاب اليمين واليمين المتطرف وجزء من الاشتراكيين، فيما غرد حزب فرنسا غير الخاضعة اليسار الراديكالي وحيدا خارج سرب السردية الإسرائيلية، ومدعوما بعشرات آلاف الفرنسيين الذين تظاهروا للتنديد بالقصف الإسرائيلي. الرد الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة يضع كل الفرنسيين في حالة من الحزن والإحباط العميقين. سياسياً تنتصر الرواية الإسرائيلية في فرنسا، لكن شعبياً تتفوق القضية الفلسطينية عليها بأشواط. التظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين كانت كلمة السر في الضغط على الحكومة من أجل تعديل موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة. هذا الموقف وأن لم يتغير جذرياً، إلا أن المتظاهرين يأملون في أن يساهم زخم التظاهرات المتصاعد في الحصول على موقف أكثر وضوحاً. في بريطانيا يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك أصعب امتحان لسلطته بعد الإقالة الدراماتيكية لوزيرة الداخلية وتعيين رئيس وزراء سابق وزيراً للخارجية. فبريفرمان اتهمت بتمكين اليمين المتطرف بعد انتقادها الشرطة، فاكتسح مؤيدوه شوارع لندن مثيرين التوترات وأعمال العنف. مشاهد العنف في شوارع لندن أثارت مخاوف الحكومة البريطانية من احتمال توتر الوضع الأمني في البلاد. إقالة بريفرمان ربما هدأت الوضع قليلاً، لكن المسيرات المؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة مستمرة رغم تصاعد دعوات قيادات اليمين المتطرف إلى وقفها. التظاهرات المعارضة للحرب هنا هي الأكبر منذ سنوات، ومع ذلك فإن موقف الحكومة ظل متمسكاً برفض الدعوات لوقف إطلاق النار، وإن تزايدت في الأيام الأخيرة الدعوات إلى إدخال المساعدات إلى غزة وإلى إيجاد حل سياسي مستدام للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. Thank you.
بهذا مشاهدينا أتي وإياكم لختام هذه الساعة الإخبارية. زميلي بصير على رأس الساعة المقبلة، فتفضلوا بالبقاء معنا. إلى اللقاء. مساء الخير من استديوهات قناة الحدث بحلتها الجديدة. الحدث تنطلق من الرياض، وفي الربع الأخير من عام 2023 استغرق بناء قناة الحدث بحلتها الجديدة عاما من التخطيط وستة أشهر من التنفيذ. فعام 2022 بدأ التخطيط لتصميم استديوهات وغرفة أخبار الحدث، والتنفيذ دشن في يونيو 2023، واليوم الموافق للخامس والعشرين من نوفمبر 2023 هو يوم الافتتاح الرسمي. انتقال الحدث إلى مدينة الرياض تعتبر بالنسبة لنا نقلة نوعية وكبيرة جدا على كل المستويات. خلال السنوات الأخيرة نمت بشكل كبير جدا وتوسعت، خصوصا في مناطق الصراعات والمناطق الساخنة. وجودنا في الرياض سيوفر لنا الإمكانيات المادية والبشرية والفنية الكبيرة، بحيث أنه نحقق نمو أكبر وتوسع أكبر، ونعد مشاهدي الحدث بتقديم ما يرضيهم. وكما عودت الحدث مشاهديها في تغطياتها الإخبارية بالتركيز على التفاصيل، العمق، الزوايا التي لا تجدها في محطة إخبارية غيرها. سنريكم ما وراء الكواليس لتفاصيل قصة البناء من البداية حتى الانتهاء. من ترونهم بالعشرات كانوا لعام ونصف يعملون بفريقين طوال 24 ساعة، عايشوا فصول السنة بالعمل على أحدث التكنولوجيا ولدخول مرحلة جديدة تخاطب الملايين من مشاهدي قناة الحدث الإخبارية بصورة تخدم الخبر. وكما ترون جددت غرفة الأخبار بألوانها وعدد كوادرها الصحفية والتقنية. التطوير طال كل الأصعدة، فالإضاءة أحدثها لتخدم الصورة بطريقة أفضل، والكاميرا مع الجرافيكس تخدم إيصال الخبر بأيسر طريقة للمشاهدين. انتقال نوعي من استوديوهات عمرها 10 سنوات إلى استوديوهات حديثة بتكنولوجيا يعمل عليها مهندسون وتقنيون للصوت. وكما ترون هنا الحصيلة، استوديو يهدف لمرونة التصوير وانسيابية حركة الكاميرات. أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخبار الليلة من الحدث، إليكم أهم الملفات. الكاميرا الروبوتية ونظام أوتوميشنز وجرافيكس بديناميكية التنقل من مكان لآخر بسهولة وانسيابية. ديب ساوند موف، صارت طريقة العمل أسهل مع الروبوت كام والنظام الجديد في الكاميرات، صرنا نتحكم في كل شيء جوا الجاليري. أنا عملي كمخرج كان صار أسهل من أول. كل ذلك جرى بالتعاون مع الفريق الإبداعي الذي خلق شخصية مختلفة لكل برنامج ولكل نشرة ولكل مادة صحفية تطرح عبر اختيار خلفيات مختلفة تتناسب مع كل برنامج ونشرة وهويتها واختيار زوايا للتصوير. مهمتنا الأساسية إزاي إن إحنا نختار هوية لكل فترة إخبارية موجودة طوال اليوم، وعمل هوية خاصة واستخدام كل الإمكانيات اللي موجودة معنا. الجديد في هذا المقر هو النقل النوعية من الاعتماد على الكوادر البشرية إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما فيها الروبوتات المتحركة على السكة.